يشكل رأس الحرب للردع الإيراني، وهي النقطة الأساسية التي تركز عليها إيران في الوقت الحاضر، أي تعزيز القدرات الرادعة الإيرانية أمام تحدث قائد القوات الإيرانية بأن القوات الجوية للجمهورية الإسلامية مدى هذا الصاروخ لم يعلن بعد، لكنه بعيد المدى، كما أن كل الميزات التي يتمتع بها هذا الصاروخ هي أكثر تطوراً من صاروخ شهاب ثلاثة. لحد الآن إيران كانت الصواريخ وخاصة صاروخ شهاب ثلاثة ميزاته يمكن القول حققت قفزة نوعية في نظام صواريخها البالستية وأرض أرض على كافة المستويات، على مستوى الدقة وعلى مستوى المدى. نجاح آخر للصناعة العسكرية الإيرانية. نعم.